جايلي بلقى في القدر وبدربي ضويل القمر، لو روحي تضمى بها الزمن صوتك مثل غيمة مطر، وعينك رواية من العشق تشبه مناجات السحر، سبحان ربي لصورك يا أمي يا أغلى البشر، انت بوجودي صلاة من أشرف القربات، فيض على عمري حياة روي القلب أمان، ما توصفك للحان يا عذب نهر تحنان، رباني على إيمان يجري على حب الآب، أمي وأبد أعظم إنسان بحياتي شفيت، عذريني ما وفي وأنا الغارق بخجلي، ربيتي أمة تعبتي والليالي سهر، طفلوتي علمني سر العالم الأزلي، قلتي لي يا ابني إذا عينك حزن أجرك، نادي على غوث الورى يا أبا الحسن يا علي، واذكر توصلي والحب تذري فينا دميع، اشهد يا قلبي على الكرار لله ولي. من أول أحلام الصغار تحرزيني بحروف السوار، كل خطوة لي بهالعمر ألمس شعورك بالفخر، بمراية عيونك شفيت من ذكريات الحب صوار، ولليوم أحس بي طفل عاش بحنانك ما كبر، طيروا في حضنك أنام جنة وعطر سلام، وأحكي بدموعي غرام وبين العيون أسرار، يلي دعاها مناي انتي ملاذي سما، يا من زرعتي هواي قصة صبر وإيثار، قبل على راسك اشمي من الطهارة واريد، ويدك يا يم على راسي رحمة الله إلي، حضنك إذا دارت أيامي لقيت وطن، رديت لك يا ولا أحبابي ويا أغلى أهلي، توفيقي من بركاتك يا الحنون علي، يلي برضاك الله يقبل طاعتي وعملي، يا سدرة الخير أنا ظلك ظهر لي جنيح، قرت بسما الأمنيات وحققت أملي.
نشأت أم موسى وعاشت حياتها وسط عائلة دينية وأسرية محافظة، فاتخذت من فاطمة الزهراء وابنتها العقيلة زينب قدوة وأنموذجا، فقضت عمرها في خدمة مجتمعها النسوي خاصة، وتجلت هذه الخدمة أكثر فأكثر في تعليمها للقرآن الكريم. أحبت الناس فأحبوها، وفارقتهم فحنوا إليها.